الخير كابتن شعبان يحيى دسوقي مدرب عام منتخب مصر لرفع الاثقال، وانت بقى اللي ورا الانجاز الرهيب اللي قدر تحققه جيهان. ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك يا فندم، وشكرا ليكم على مساندتكم للرياضه البارالمبيه، لان مش اول لقاء على نفس القناه، فشكرا ليكم على وقوفكم وراء الابطال اللي بيعملوا انجازات. طبعا ده بس جهان. ده انتوا لازم نشكركم انتوا على الانجازات اللي انتوا قادرين تحققوها لمصر دي، واحنا بنفتخر بيكم جدا. في الاول بقى كده كنت عايزه اعرف، تحب تقول ايه النهارده لجيهان بعد ما كسبت الميداليه الفضيه في بطوله الجزائر، بطوله افريقيا اللي كانت مقامه في الجزائر؟ يعني والله جيهان يعني بيعاد اكتشافها من اول وجديد. جيهان كانت من الرعيل الاول للابطال والبطلات اللي شاركوا مع منتخبات مصر من سنه 97 حتى اليوم، انما كان في فترات كتير بتبقى بعيد عن المعسكرات وبعيد عن البطولات الدوليه، ولكن الحمد لله تاني بيعاد اكتشافها من خلال بطوله العالم في المكسيك وبطوله افريقيا في الجزائر في الشهر الجاري. الحمد لله عملت نتائج متميزه، وهي من البطلات اللي احنا بنتوسم فيهم خير، لان هي بتبقى مقدامه في المباريات، لان في زي ما بيحصل كده في الحروب، تيجي تلاقي جنود مره واحده بيخافوا، وفي جنود مقدمين على الاستشهاد في سبيل يعني رفعه الوطن. والله بجد مش مقاتله انت شكلك، ما تهزريش. والله مش بتكلم بجد، والله جيهان من البطلات اللي هي بتبقى مقدامه في المنافسات. خافش من حاجه، قلبها جامد، قلبها باين، حاسه برضو هي قاعده قدامي بتتكلم والثقه والكلام. لا فعلا قدامي يعني واحده ست متمكنه من اللي هي بتعمله. طب جيهان تحبي تردي تقولي ايه لكابتن شعبان؟ اولا انا بمسي عليه، كابتن شعبان عارف غلاوته عندي جدا. اولا هو زميل، هو كان بيلعب رفع اثقال وبطل اولمبي، 5 ميداليات اولمبيه، يعني حد ليه تاريخ اعلى من تاريخي انا شخصيا، وكان زميل من يمكن دخلنا المنتخب مع بعض، بس هو كان اقدم مني بسنه. كابتن شعبان عارف كويس انا بحترمه وبقدره قد ايه، سواء كان مدرب او كان لاعب. وانا مش عايزه اقول لك ان هو اكتر حد في ظهري واكتر حد انا برتاح له في التمرين، والله مش عشان قدام الشاشه، هو عارف كويس جدا كلامي. وعلى فكره انا بتوسم انه هيكون احسن مدرب في العالم، مش في مصر بس، باذن الله الفتره الجايه. ويكفي ان هو تنازل عن انه يكون معانا في طوكيو كلاعب علشان يساند زمايله ان شاء الله كمدرب في طوكيو 2020، وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. اخر سؤال بقى عايزه اعرف يا كابتن شعبان، استعداداتكم لاولمبياد طوكيو 2020 بتستعدوا لها ازاي؟ احنا بنستعد لطوكيو 2020 من بعد ريو 2016 على طول. على طول ترجعوا تبتدوا على طول تجهزوا اللي بعده، ما بتضيعوش وقت خالص. احسن حاجه، ما هو ده اللي بيجيب الميداليات فعلا. ال4 سنين بيبقوا فتره قليله جدا لاعداد بطل بارالمبي، عشان يحصل على ميداليه عاوز يعني اعداد كتير جدا. اكيد وعاوز استعداد كبير جدا، فال4 سنين تبقى فتره مش كتير ولا قليله، يعني فتره مناسبه عشان لاعب يحصل على ميداليه اولمبيه. احنا في مصر يعني الحمد لله بأقل الامكانيات بنحاول نحصل على التطور الرقمي للاعبين من خلال المعسكرات القصيره، ونشدنا اللجنه البارالمبيه ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في معسكرات افضل من كده. الاعداد لطوكيو احنا ابتدينا من شهر فبراير 2017، لعبنا بطوله الفزاعه الدوليه ولعبنا بطوله المجرى الدوليه، دول كانوا بطولتين بيأهلوا اللعيبه لطوكيو. بعد كده لعبنا بطولة العالم في المكسيك، ودي كانت محطة رئيسية، بطولة افريقيا كانت محطة رئيسية للتأهل لطوكيو. ان شاء الله لسه لنا محطتين كمان، بطولة العالم في كازاخستان، وبطولة العالم وبطولة كأس العالم في دبي ان شاء الله في شهر فبراير ان شاء الله. كابتن شعبان يحيى دسوقي مدرب عام منتخب مصر لرفع الاثقال، انا بشكرك جدا.